السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مترو الصحافة لنطلع على العناوين التي جاءت في وسائل الإعلام المختلفة صباح هذا اليوم. نتنياهو عاد من الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك قام في خطاب ناري حسب وصفه على الأقل أمام أوبيك، وحرض على الفلسطينيين طبعا كالعادة وأيضا على إيران. أما في الشأن الدولي فروسيا تعرض على المسلحين في الغوطة خروجا آمنا، قالت لهم أخرجوا مع أسلحتكم. السؤال، هل تريد روسيا طي هذا الملف، ملف الغوطة وانتهاء المعارك هناك وملاحقة المسلحين في مكان آخر، أم أن الموضوع يتعلق في مناورة جديدة لاصطيادهم بطريقة ما؟ لنرى كيف لخصت الصحافة هذه العناوين نتابع ونبدأ من رويترز. في وكالة رويترز، روسيا تعرض على مقاتلي المعارضة خروجا آمنا من الغوطة الشرقية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه يمكن لمقاتلي المعارضة الخروج مع أسرهم وأسلحتهم الشخصية عبر ممر آمن من الجيب التي تحقق القوات الحكومية فيها مكاسب سريعة من خلال هجوم عنيف. نبقى مع وكالة رويترز. جيش الإسلام لا مفاوضات على الخروج من الغوطة السورية وسندافع عنها، وقال أحدهم لرويترز في رسالة نصية، لا توجد أي مفاوضات حول هذا الموضوع، وفصائل الغوطة ومقاتلوها وأهلها متمسكون بأرضهم وسيدافعون عنها. إذن عمليا جيش الإسلام يرفض اقتراح روسيا. وإلى روسيا اليوم في خبر كبير كان أمس في كل وسائل الإعلام. الدفاع الروسية مقتل 39 شخصا في تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في سوريا. وأكد الدفاع الروسي في وقت لاحق أن الطائرة أنتونوف 26 المتحطمة لم يتم إسقاطها، مشيرة إلى عدم اكتشاف تأثير استهداف ناري على هيكلها. وإلى دوتشي في ليلة ألمانية، البنتاغون، الهجوم التركي في عفرين تسبب بوقف عمليات ضد داعش. أقرت واشنطن بأن قسما من المقاتلين الأكراد في قوات قسد غادروا مواقعهم إلى عفرين لمؤازرة رفاقهم في صد الهجوم التركي على المنطقة. وإلى قناة الميادين، مجلس الأمن يعقد جلسة الأربعاء بطلب من بريطانيا وفرنسا بشأن سوريا. وعلى صعيد آخر جاء في نفس الخبر، اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بتجاهل قرار مجلس الأمن 2401 في الرقة ومخيم الركبان عند الحدود مع الأردن، ودعت الوزارة واشنطن لعدم إعاقة وصول المنظمات الإنسانية إلى هاتين المنطقتين. وفي موضوع آخر سنتحدث عنه على ما يبدو طويلا، جاء في CNN في عنوان رئيسي، استقالة المستشار الاقتصادي لترامب احتجاجا على التعريفات الجمركية. فرانس 24، استقالة المستشار الاقتصادي لترامب احتجاجا على الإجراءات الحمائية الجديدة. أعلن جاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء استقالته من منصبه احتجاجا على الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألمنيوم. وتمثل استقالة كبير المستشارين الاقتصاديين نكسة جديدة للرئيس الأمريكي، لا سيما وأنها تأتي بعد ساعات قليلة من نفي ترامب وجود فوضى في البيت الأبيض. وأخيرا في رأي اليوم، إسرائيل تكشف غرفة عمليات من جميع أذرع الاستخبارات تتعقب نصر الله بدون توقف لاغتياله، وتؤكد شراء قنابل خارقة للتحصينات لتنفيذ المهمة. كشفت مصادر أمنية في تل أبيب وصفت بأنها رفيعة المستوى النقاب عن أن الدولة العبرية بدأت منذ حرب لبنان الثانية في صيف 2006 بجمع المعلومات عن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بهدف تصفيته جسديا، لكنها شددت في الوقت عينه على أن جميع أجهزة المخابرات الإسرائيلية لم تتمكن من اقتحام الدائرة المغلقة التي يختفي ويتخفى وراءها نصر الله، كما أكد محلل الشؤون العسكرية في موقع والله الإخباري العبري أمير بحبط. فقط قبل أيام استقالت المستشارة ومديرة الاتصالات في البيت الأبيض، ولكن سارع البيت الأبيض بالقول بأنه لا خلافات داخل البيت الأبيض وأن الأمور مستتبة، علما أن 18 شخصا حتى أمس اليوم أصبحوا 19 شخصا من الكبار الذين كانوا يحيطون بترامب
قدموا استقالاتهم. ترامب والبيت الأبيض قالوا بأن الأمور هادئة وكل ما يحاك حولهم هو إشاعات بإشاعات لإرباك الموضوع، ولكن لا سيما وكبير المستشارين الاقتصاديين استقال بعد أن قال ترامب الأمور بخير. خالد خليفي مرحبا. أهلا وسهلا. الصحفي خالد خليفة متابع الحثيث للشؤون الدولية والأمريكية، يعني تحدثنا قبل أيام عن هذه الاستقالات وعن محاولة إدارة البيت الأبيض طمأنة الوضع، ولكن تأتي هذه الاستقالة. السؤال خالد، من هو هذا الشخص وماذا تعني هذه الاستقالة؟ صحيح، هذا الشخص أعلن في الأمس في مقابلة خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء السويدي عن استقالة هذا الشخص مباشرة بعدها، بعد أن أعلن عن الحرب التجارية كما تفضلت، فرض الرسوم الجمركية والضريبية على الحديد خاصة المستورد من الصين. هو يدعي بأن الصين، بأن الولايات المتحدة تستورد 50% من الحديد أو أكثر من 50% من الحديد من الصين، وهو يريد الدفاع عن العمال وأصحاب المناجم في الغرب الأوسط، لأنه هؤلاء من القاعدة المؤيدة لترامب. وعلى هذا الأساس هذا الشخص ديفيد كوك هو يعارض تلك السياسة، لأنه يقول إذا أردنا أن نفرض رسوم جمركية فإن ستكون هناك حرب قاسية وطاحنة على الصعيد الدولي، وهذا يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة العولمة، لأن كما في نفس الوقت الذي قال عن فرض السياسة الجمركية، عارضه مباشرة رئيس الوزراء السويدي وقال أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى حرب تجارية كبرى مع أوروبا ومع آسيا ومع العديد من الدول. فقط أنوه أن هذا الشخص الذي كان من كبار منفذي أو مهندسي سياسة أوباما الذي أعلن عنها في ديسمبر الماضي، سياسة أوباما الضريبية وفرض الضرائب على الأشخاص وإرجاع الضرائب، هذا هو شخص من وول ستريت، وهو الذي نفذ أو الذي خطط له السياسة، ويقول أن هذا شيء غير جيد، هذا سياسة الحرب التجارية غير جيدة وغير مناسبة للولايات المتحدة، وهو ينضم إلى العديد من الذين إلى العديد من الشخصيات في البيت الأبيض التي استقالت، كجون سبايسر وسكراموتشي وهيكس كما تفضلت عنها رئيس قسم الاتصالات، وكمان كوشنر يمكن متوقع أن يقال أو يستقيل. أيضا كيشنر. العزيز الصحفي الدولي خالد خليفة، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح وعلى هذه المداخلة، ونتحدث كما قلنا لاحقا أيضا مع خالد ومجموعة من المحللين الآخرين المتابعين للشأن في البيت الأبيض، ماذا يحدث هناك. الاستقالات تقريبا كل 2 وخميس.